صباح الورد والياسمين يا اخوة، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا في افضل حال. طبعا اللي صار يا اخوة، انا الحمد لله طبعا قدمنا اوراق الفيزا، كتبت لكم الشروط، طبعا شروط تقديم على الفيزا من السفارة التايلاندية في كلينتون كوتابارو. بالنسبة للاجراءات تاخذ يومين يا اخوة، يومين بروسس، يعني بداية من اليوم اللي تقدموا فيه يبدو يحسبوا اليوم اللي بعده كاول يوم اجراء، فتاخذ يومين الفيزا وتكون جاهزة بإذن الله. أول ما الفيزا تكون جاهزة نتوكل على الله إلى تايلاند، لأن المنطقة حدودية، فندخل إلى تايلاند من المنطقة هذه، فنشوف التفاصيل بعدين نكتشفها مع بعض. طبعا ليش يا معز قدمت على السفارة التايلاندية في المنطقة هذه مش في منطقة أخرى؟ السفارة التايلاندية موجودة في كوالالمبور، ربما موجودة في بيناك. والله يا إخوة هذه تجربتي نقلتها لكم. ليش؟ يعني قبل لما كنت في ماليزيا نصحوني أن نقدم، هذا الكلام قبل سنين، أن نقدم على سفارة تايلاند اللي موجودة في هذه المدينة لأن إجراءاتهم أسهل. المعلومات اللي كانت عندي أن في سفارة كوالالمبور مثلا يطلبوا الإقامة الماليزية حتى يعطوك الفيزا، فهذه حسب ما أعلم يا أخوة. فلهذا السبب أنا اخترت هذه المنطقة، فجينا من لانكاوي على طول لكلينتون كوتابارو، قدموا على الفيزا ونتوكلوا على الله إلى تايلاند. خليكم معنا يا اخي. طيب يا اخي نصرفوا عملة، انا 300 رنجة ماليزية نصرفوا الى البات التايلندي. طيب يا اخي صرفنا العملة 300 رنجة اعطانا 2200 بات. طيب يا اخي متوجهين الى السفارة التايلندية باذن الله، مفروض اليوم تحصلوا على الجواز، جواز سفر طبعا عندهم، مفروض اليوم يا اخوة الفيزا تكون جاهزة. فندقنا يبعد على السفارة يا اخوة تقريبا 500 متر او اكثر شوي. طبعا الفيزا فيها شهرين يا اخوة، واعتقد قابلة للتجديد، ولكن فيها شهرين. بالنسبة لرسوم الفيزا يا اخوة مجانا بالنسبة للجنسية التونسية، يعني ما دفعنا اي رسوم، فقط حضرنا الشروط ودفعنا لهم. فخليكم معنا يا اخوة. وصلنا للسفارة لقينا مسكرين يا اخوة. طبعا جينا الصباح قلنا نرجع في ال ارجعوا الساعة 2 ونص، حاليا تقريبا الساعة 2. اوكي تفتح الساعة 2 يا اخي، حاليا الساعة 2 غير شوي. الحمد لله يا اخوة الفيزا جاهزة، فيزا تايلاند. يلا يا اخوة توكلوا على الله، خليكم معنا. طيب يا اخوة باذن الله راح ناخذ هذه الباص توصلنا لغاية الحدود يا اخوة، المعبر، البوابة اللي فيها الإميجريشن من كلينتون كوتابارو إلى البوابة يا أخوة. طيب يا أخوة طلعنا في الباص، تقريبا 40 كيلومتر يا أخوة المسافة من مدينة كلينتون كوتابارو إلى المعبر، تقريبا 40 كيلومتر. وهذه البوابة الفاصلة يا اخو ما بين ماليزيا ودولة تايلاند. طبعا اول شيء نتعدوا على الجوازات الماليزية يطبعوا لنا خروج، بعدين الجوازات التايلاندية يطبعوا لنا دخول باذن الله. هذا هو المعبر يا اخو بين تايلاند واندونيسيا، تايلاند وماليزيا. السيارات هذه كل دخل تايلاند يا اخو، في منهم تايلانديين وماليزيين عادي طبعا. طيب يا اخوان ندخل من هذا الباب تايلاند الى الامام. طيب يا اخوان نختموا جوازنا، اول شيء مع الجوازات الماليزية، بعدها نختموا جوازنا مع الجوازات التايلاندية. طيب يا اخوة ختموا لنا خروج من الاراضي الماليزية، الان داخلين ان شاء الله الى تايلاند، نختموا جوازنا ان شاء الله في مع الميجريشن التايلاندية. سلامة جلاني يا اخوة، طريق السلامة. طيب يا اخي نمر هذا الجسر حتى نوصل ان شاء الله الى الجوازات التايلاندية. هذا نهر يفصل بين الدولتين، اعتقد فيه التماسيح النهر هذا. طيب يا اخوة هذا النهر اللي تشوفوا فيه يفصل بين الدولتين، هذه تايلاند يا اخوة تمام، وهذه ماليزيا، ماليزيا تايلاند، ماليزيا تايلاند، هذا النهر تمام. واحنا الان فوق الجسر هذا،
عبرنا الجوازات الماليزية، تبقت الجوازات التايلاندية. هذه ماليزيا وهذه تايلاند، وهذه بوابة تايلاند يا أخو، هذا العالم التايلاندي. تمام، نطبع جوازنا، نسأل الله التيسير. أهلا وسهلا بكم يا أخوة، الحمد لله طبعنا جوازنا، دخلنا إلى الأراضي التايلاندية. حقا يعني كانت الإجراءات سهلة، يعني ما في أي صعوبات، أمور عادية جدا، يعني كم راح تجلس كذا، فما سألونا حتى على الحجز الفندقي، تذاكر، ما سألونا على شيء، فقط هلو يعني شافوا الجواز، شيكوا على الفيزا، تمام، ختموا. فكانت إجراءات بسيطة، يعني ما في أسئلة، ما في يعني ثبوتات حجوزات ولا ثبوتات تذاكر عودة، كانت الأمور طيبة. نحن الآن في تايلاند يا أخوة، طبعا المكان لنا فيه حاليا يظهر عندكم في الشاشة، خليكم معنا نكتشفوا المكان ونشوف وش راح نسوي إن شاء الله. شوفوا الكتابة التايلاندية يا أخوة، شوفوا كيف حروفهم، شوفوا حروف التايلاندية يا أخوة، هكذا كتابتهم، شبيهة شوي بالحروف الهندية يا أخوة أتوقع، ولا أنا غلطان؟ طبعا يا أخوة وجهتنا بإذن الله في تايلاند كأول منطقة باش نزورها راح تكون منطقة هاتشاي، باش نروح إن شاء الله بالقطار. محطة القطار تبعد على المعبر تقريب 1 كيلو، فالآن راح نروح محطة القطار نشوف ونحصل رحلة اليوم أو لا إلى هاتشاي. تمام، خليكم معنا يا إخوة نكتشفوا مع بعضنا إجراءات وتفاصيل الرحلة بإذن الله كيف راح تكون. بردوا شوي يا إخوة، جو حار ما شاء الله. طيب يا إخوة، حصلنا دراجة نارية، عرض علينا قال نوديكم محطة الباص، لأن القطار ما فيه اليوم قطار، القطار قال بكرة الصباح آخر قطار راح قبل شوي. تمام، قال عرض علينا يعني قال نوديكم بالباص. طيب يا اخو، وصلنا الى محطة الباص، شوفوا حتى محطة الباص هنا في المنطقة هذه يا اخو كذا عندهم كاتبين باللغة العربية ما شاء الله، كتابة عربية تايلاندية، ولكن حروف بس عربية، المعنى تايلاندي. هذا الملك يا اخو، الملك التايلاندي، طبعا تايلاند مملكة، هذا ملكهم. على فكرة يا اخو معلومة، المنطقة هذه الحدودية مع ماليزيا فيها كثير من المسلمين، حتى المساجد فيه والنساء متحجبات. نعم. طيب يا اخو، رحلتنا باش تكون بسيارة مثل هذه يا اخو، تويوتا الميني باص، فك الساعة 5 قلنا، الساعة 5 رحلتنا الى هاتاي ان شاء الله. حاليا كم برقص قلنا؟ حاليا يا اخوة الساعة 4:44 دقيقة، انتظروا ربع ساعة نتوقعوا على الله. طيب يا اخوة، تحركنا توكلنا على الله، ركبنا في السيارة، تقريبا الرحلة تاخذ منا 5 ساعات. نشوفكم على خير.